حان الوقت لباران وديلان للاستماع إلى أنفسهم. بعيدًا عن القتال والضوضاء، يقضون يومًا حقيقيًا معًا كما لو كانوا عائلة. بدأ بران الآن يتأثر بكل حركة قام بها ديلان. جعله صراع بران أيضًا يفهم كيف شعر ديلان تجاهه في غيابه. ديلان هو التالي. دعونا نرى متى يدرك ديلان أنه يحب بران. كاد بران ان يولد تسعه عادت صحه ديلان بسرعه ويمكننا القول ان الايام العظيمه على باب الثنائي اصبح بران مدمنا بشكل متزايد على الاتصال باستمرار اعطاء العناق ديلان مما يجعل الاعذار لحمله في حضنه كان بران خائفا من انه سيفقد ديلان يسر ديلان بهذا الاهتمام لكنه يعزو سبب الاهتمام إلى أشياء أخرى في الوقت الحالي. يعتقد أن بران يتصرف بعلم نفس الذنب. لكن من الآن فصاعدا، سيرى كلا الثنائي أنهما لا يمكن أن ينفصلا عن بعضهما البعض. حان الوقت لكي يدرك بران ما يعنيه ديلان بالنسبة له. بالنسبة لباران، لن تمر الساعات. سيواجه اكبر صدمه له مره اخرى كما تعلم صرخ بران حرفيا ليقول اسم ديلان في المشهد الاخير لا يوجد احد لا يشعر بالحياه المحترقه لبران الحصول على الانسجه الخاصه بك جاهزه سيكون هناك بعض المشاهد العاطفيه جدا في انتظارنا هذه ساعات حرجه لديلان من ناحيه اخرى لا يستطيع بران قضاء هذه الساعات. يجب أن يراها ويشعر بها في جميع أنحاء المنزل. حقيقة أنه لن يرى عيون ديلان الخضراء مرة أخرى تهزه بعمق. سوف يفهم بران الآن أنه متصل بديلان. عندما يفتح ديلان عينيه، سيقول مرحبا لحياته الثانية الآن. هناك حياة جديدة تنتظره وباران. من الممكن رؤية الثنائي كزوجين متصلين في الفترة القادمة. لقد نفد صبر ديلان. من ناحية أخرى، أصيب باران بالجنون. سوف يدرك باران الآن كيف كان يجب أن يعامل ديلان ويعتذر بغزارة. دخل باران في رحلات غيرة غير ضرورية. مع النص، رأى نفسه كمنافس. على الرغم من أنه بدأ مضحكا ولطيفا في البداية، إلا أن نهاية الحبل أفلتت. بران، هذه الحلقة أصبحت مجنونة. حاول الرد على المرأة التي لم يتصل بها بالاسم. صاح بران أخيرا باسم ديلان. صاح بران بان الذي لم يستطع إدخال اسم ديلان في فمه. دعونا نرى كيف ستتقدم الأمور من الآن فصاعدا. استمر الاثنان في تقديم وعود لبعضهما البعض قبل مشهد اطلاق النار الان سيواجه بران احتمال ان يغادر ديلان لسبب ما عندما يطلق على بران اسم ديلان تتوقف المياه المتدفقه ويبدا عقله في التوقف عن العمل ديلان اكثر مرونه ويقظه في مثل هذه المواقف يجعل بران يشعر وكأنه تم القبض عليه فقط لدعم ديلان. بران يشعر بالذنب، لأنه لم يعقد صفقة، حاول التخلص من الألم باختطاف ديلان، لهذا السبب ألقى بنفسه في حادثة بودوسلاما في بران، يذكر ديلان أيضا أنه كارابي ردا على هذا الوضع. قبلة لا تنس من باران إلى ديلان يحاول ديلان وباران الهروب من خلال العمل معا على الرغم من انهم يبدون هواه قليلا الا انهم تمكنوا من الفرار الزوجان اللذان امضيا الليله معا سوف يدفئون كثيرا في بلود فلاورز نغلق اليوم الاخير من الاسبوع بحلقه قنبله نجد دريا تبكي في النهايه عندما تم الكشف عن الحقيقه سهم برامي ينسخ مع دريان من ناحية أخرى تحاول دريان رسم عينيها بقدميها البريئتين لكن دون جدوى لقد أدى دفاع برامي عن ديلان ضد دريان إلى إنعاش القلوب لقد شدد في كثير من الأحيان على أن ديلان ليس شخصا مثله من ناحية أخرى أكل أزاده بابارا من برامي بينما كان يستعد للهروب دعنا نصل الى القضيه الرئيسيه راى ديلان ان بران يؤمن به لكنه التزم الصمت وتظاهر بعدم الايمان وتحدث عن الجروح التي فتحها في روحه وديلان محق في ذلك ايضا مزق نفسه ليظهر في قضيته انه كان على حق اخيرا راى ان بران يعرف بالفعل ان دريا مذنبه سيحدد ديلان نهاية دريا يدعم بران ديلان في هذا الصدد نأمل أن يكون في اتجاه مغادرة القصر الأخير المعطى لدريا خلاف ذلك لن تبقى دريا تحت هذا وستحاول الانتقام آزاد هان من ذاهب إلى مسقط رأسه إذا لم يعارض أحد يمكن لديلان وبران قضاء بضعة أيام هادئة وهادئة في القصر هذا هو ايضا نذير الايام الرومانسيه في زهور الدم اصبحت دريا محاصره اكثر فاكثر نحن قريبون من التخلص منه من ناحيه اخرى بدا الزوجان اللذان كانا يحاولان حل قضيه دريا بمفردهما في الجدال ديلان مثل اي فتاه ذات قلب يمدد تبدا على الفور في التهديد بالمغادره لذلك لا تعتقد أن ديلان على حق من ناحية أخرى مع إبقاء الذيل منتصبا يرمي فمه على أنفه لأن ديلان سيغادر من ناحية أخرى بدأت دريا وأزاد في الشعور بالسعادة لرحيل ديلان إذا كانت هذه هي لعبة ديلان وباران ونصبح الزاوية المقابلة ستظهر فويا ديريا عندما تكون في أكثر راحة لها ربما لهذا السبب قال ديلان انه سيغادر مع رحيل داريا يحتاج ازاد الى البدء في قبول ديلان ايضا على الرغم من ان ازاده لن تكسر المحرمات بسهوله مع شفاء القوه وكلمات القوه عندها فقط يمكننا ان نرى ازاده تحررت من اعبائها لا يستطيع باران الوصول الى دليل دريا بطريقه ما يجرح نفسه بدافع الغضب ويضع ديلان الكريم على يديه انها تنظر اليك كطفل رضيع ماذا تريد اكثر في زهور الدم يتوقع ديلان ان يقول بران انت على حق مره واحده من فمه لكن بران يحاول ان يكون بدم بارد يجب على بران ايضا استخدام هذا التكتيك في مرحله صحه كودريت من ناحية أخرى لا تستطيع ديلانا تحمل حقيقة أن دريا على حق من مظهرها زهور الدم انتهى فيديو معلوماتنا هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات